بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. فنقول إن الله ابتدأ هذه السورة بكلمة ويل، وويل تكررت في القرآن كثيرا، وهي على الأصح كلمة وعيد، يتوعد الله سبحانه وتعالى بها من خالف أمره أو ارتكب نهيه على الوجه المقيد في الجملة التي بعدها. فهنا يقول عز وجل ويل للمطففين. فمن هؤلاء المطففون؟ المطففين هؤلاء المطففون فسرتهم الآية التي بعدها، فقال تعالى الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. إذا اكتالوا على الناس يعني اشتروا منهم ما يكال، استوفوا منهم الحق كاملا بدون نقص. وإذا كالوهم أو وزنوهم يعني إذا كالوا لهم، بأن كانوا هم الذين باعوا الطعام كيلا، فإنهم إذا كالوا للناس أو باعوا عليهم شيئا وزنا إذا وزنوا للناس نقصوا يخسرون. فهؤلاء والعياذ بالله يستوفون حقهم كاملا وينقصون حق غيرهم، فجمعوا بين الأمرين، بين الشح والبخل. الشح في طلب حقهم كاملا بدون مراعاة أو مسامحة، والبخل بمنع ما يجب عليهم من إتمام الكيل والوزن. وهذا المثال الذي ذكره الله عز وجل في الكيل والوزن هو في الحقيقة مثال، فيقاس عليه كل ما أشبه، كل من طلب حقه كاملا من هو عليه ومنع الحق الذي عليه فإنه داخل في الآية الكريمة. فمثلا الزوج يريد من زوجته أن تعطيه حقه كاملا ولا يتهاون في شيء من حقه، لكنه عند أداء حقها يتهاون ولا يعطيها الذي لها. وما أكثر ما تشكي النساء من هذا الطراز من الأزواج والعياذ بالله، حيث إن كثيرا من النساء يريد منها الزوج أن تقوم بحقه كاملا لكنه هو لا يعطيها حقه كاملا، ربما ينقص أكثر حقها من النفقة والعشرة بالمعروف وغير ذلك. والغريب أيها الإخوة أن هذا يقع كثيرا من الناس الذين ظاهرهم الالتزام، حتى إن بعض الناس تقول أنا ما اخترت قبول هذا الزوج إلا لما له من السمعة الحسنة والالتزام، فإذا به ينقلب ويكون أسوأ حالا بالنسبة لزوجته من أهل الفسق. فلا أدري عن هؤلاء الذين ظاهرهم الالتزام، هل يظنون أن الالتزام أن يقوم الإنسان بعبادة الله فقط ويضيع حقوق الله؟ نعم، أن يقوم بعبادة الله فقط ويضيع حقوق الناس. إن ظلم الناس أشد من ظلم الإنسان نفسه في حق الله، لأن ظلم الإنسان نفسه في حق الله تحت المشيئة إذا كان دون الشرك، إن شاء الله غفر له وإن شاء عاقبه عليه، لكن حق الآدميين ليس داخلا تحت المشيئة، لا بد أن يوفى. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام من تعدون المفلس فيكم؟ قالوا من لا درهم عنده ولا دينار، أو قالوا ولا متاع، قال لا، المفلس من يأتي يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال كثيرة،
فيأتي وقد ظلم هذا وشتم هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن بقي من حسناته شيء وإلا أخذ من سيئاتهم فطرح عليه ثم طرح في النار. فنصيحتي لهؤلاء الأخوة الذين يفرطون في حق أزواجهم سواء كانوا من الملتزمين أو من غيرهم أن يتقوا الله عز وجل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بذلك في أكبر مجمع شهده العالم الإسلامي في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام في يوم عرفة في حجة الوداع، قال اتقوا الله في النساء، اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم خروجهن بكلمة الله. فأمرنا أن نتقي الله تعالى في النساء، وقال اتقوا الله في النساء فإنهن أعوان عندكم، أي بمنزلة الأسرى، لأن الأسير إن شاء فكه الذي أسره وإن شاء أبقاه، المرأة عند زوجها كذلك، إن شاء طلقها وإن شاء أبقاه، فهي بمنزلة الأسير عنده فليتق الله فيها. كذلك أيضا نجد بعض الناس يريد من أولاده أن يقوموا بحقه على التمام لكنه مفرط في حقه، فيريد من أولاده أن يبروه ويقوم بحقه، أن يبروه في المال وفي البدن وفي كل شيء يكون به البر، لكنه هو مضيع لهؤلاء الأولاد، غير قائم بما يجب عليه نحوه. نقول هذا مطفف، كما نقول في المسألة الأولى في مسألة الزوج مع زوجته إنه إذا أراد منها أن تقوم بحقه كاملا وهو يبخس حقها نقول إنه مطفف. هذا الأب الذي أراد من أولاده أن يبروه تمام البر وهو مقصر في حقه نقول إنك مطفف، ونقول له تذكر قول الله تعالى ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون.